الجديد والتاريخي اللي تبدأ فيه الكنيسة اللي تتبع التقويم الشرقي في قطاع غزة باحتفال بعيد الميلاد. هاي الكنيسة هي الوحيدة الشرقية في قطاع غزة، وهي كنيسة الروم الأرثوذكس، واحدة من أقدم الكنائس في العالم وفلسطين. يلا من موعد السحر، يعني من حوالي الساعة 7:30 صباحاً وبتستمر لحوالي الساعة 11:30 صباحاً. ولما يجوا الناس بفوتوا على المقبرة، لأنه الكنيسة في جنبها مقبرة، بيصلوا لأحبائهم بدعوا لهم، بعدين بينزلوا على صلاة الميلاد، وبعدها بيطلعوا على ساحة الكنيسة بيحتفلوا وبياخذوا صورة التذكارية مع بعض ومع الشجرة، وبعدها بيروحوا على صالة الأعياد اللي بيباركوا فيها المطران سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، وبياخذوا المعمول الحلو وبيروحوا يكملوا الاحتفالات في المنازل. جايين اليوم نحتفل بميلاد سيد المسيح له المجد. اليوم أعلن للبشرية أجمع بميلاد المخلص، مخلص العالم، وتحققت النبوة اللي بنتظرها الأجيال السابقة جميعها، تحققت النبوة بخلال ميلاده في بيت لحم. طبعاً بيبدأ يومنا بخدمات ترتيل من باكر، من الصباح صلاة السحر تبدأ من 7:30 وبتستمر الصلوات لساعة 11:30 تقريبا. بعدها بنطلع كلنا بنحتفل مع بعض هنا في الساحة، بنسلم مع بعض وبناخد صور تذكارية، بعدين بنكمل احتفالاتنا في البيوت عائلية. الظهر ولو كانت الأجواء ماطرة زي هيك فبتكون الاحتفاليات والصلاة خلصت والكل بيغادر المنزل ليحتفل مع العائلة حوالي الشجرة. على كل حال بالنسبة للكنيسة الشرقية اللي تتبع التقويم الشرقي، رأس السنة الميلادية بيكون في 14/1، وبهيك بنقدر نحكي لكم أعياد مجيدة وسنة سعيدة.